تجندوا خدمة لأبناء شعبهم، أثروا تعب التطوع ومسؤوليته على راحة الحجر الصحي والبقاء في منازلهم. بادروا بإطلاق حملة لجمع مساعدات غذائية لمن يحتاجها. هدى ورفاقها يعملون دون كلل في هذا المكان، يقسمون ما يتحصلون عليه من أغذية ومواد تمهيدا لتوزيعها. آمنا بهذه المبادرة خاطر احنا نحبو تونس. تونس تا مستحقتنا على الاخر، احنا في ايتام تاع حرب، فما عبيد مش لاقيه ما تاكل بخلاف المتشردين العائلات المعوزه المستنسين نعاونوهم، فما عبيد توا فقدت الخدمه نتاعها، فقدت مورد الرزق. احنا نمشي ولها، احنا لازمنا نمشي ولها خاطر احنا ما نحبو حتى تونس يموت بالجوع. يتصلون بمن يقيمون تحت الحجر الصحي الالزامي للتاكد من وجودهم في البيوت قبل التوجه اليهم. يقولون إن المهمة صعبة لكنهم سيواصلون بقدر ما يستطيعون. الأيام العادية تكون التحرك ممكن سهل، البلاد محلولة، لعبة تعاون. تو حتى اللي باش تعاون يكون خايف منك، اللي باش يعاونك يكون خايف منك، أنت تكون خايف منهم. كيف كيف الكل رومبوان، في حرس، في شرطة، في جيش، الحركة صعيبة، تنقل من بلاصة لبلاصة. نحن كل يوم نخرج من الساعة نتاع الصباح راس العشية، كرهبتي صوب صنص من جيبي أنا، مش مزية، أما نحاول ماكسيموم أي نوصل أكثر بد ممكن، سبيتارات، نوصل للأحياء فقيرة، نوصل لعبيت في حظر صحي. يؤمنون بأن القليل الذي يقدمونه يمكن أن ينقذ حياة إنسان. أن يصبح الإنسان متطوعا عليه أن يعرف معنى العطاء، وأن يؤمن أن لا قيود تحول بينه وبين الساعد يمتد نحوه بطلب العون ولو في أسوأ الظروف وأعسرها. أميرة مهذب، العربي، تونس.